بالنسبه لدوله بحال الدوله المغربيه، دوله بوليسيه مبنيه على الاستعباد، مبنيه على بزاف ديال القيم اللي هي قديمه جدا ونقيضه ديال الديمقراطيه وديال ديال ديال الحقوق وديال ديال ديال الحريات. التخابر وارتكاب اعتداء جنسي، هاتان هما التهمتان اللتان يتابع بهما الصحفي المغربي الشاب عمر الراضي. لكن هل هي تهم حقيقية أم ملفقة؟ الصحفي عمر الراضي البالغ من العمر 35 عاما هو أيضا ناشط حقوقي. في جويلية 2020 تم توقيفه بتهمة التخبر مع عملاء دولة أجنبية، وكشفت محاكمته ابتدائيا أن الأمر يتعلق على الخصوص بعلاقته مع شركتين بريطانيتين ودبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط. وخلال محاكمته أمام الاستئناف استجوبه القاضي حول تلقيه نحو 1700 دولار من شركة بريطانية للاستشارة الاقتصادية عام 2018. أجابه عمر بأن هذا المبلغ كان لقاء بحث أجرأه لحسابها حول شركة مغربية لتحويل الأموال يسعى الصندوق السيادي البريطاني إلى الدخول في رأس مالها، وشدد على أنه أنجز هذا العمل بصفته صحفيا متخصصا في الاقتصاد اعتمادا على معلومات من مصادر رسمية كالمحكمة التجارية. تما كشفت بلائحة الأسماء أولية وجمعتها، ومن بعد استخرجت أيضا عقود البيع. عقود البيع هذا الشيء كله، هذه الوثائق كلها هي وثائق من حق أي مواطن أنه يطلع عليها، ماشي وثائق خاصة وما مرتبطش بالحياة الخاصة ديال الأفراد. فواصل القاضي مساءلة الصحفي حول تواصله مع الدبلوماسيين بسفارة هولندا بالرباط، وخصوصا الملحق الثقافي بها إرنولد سيمون. وكان سيمون أعلن رغبته في الشهادة لصالح الراضي، مؤكدا أن علاقتهما كانت في إطار العمل الصحفي، لكن المحكمة لم تستجب. وفي 28 من جويلية 2020 يخضع عمر إلى تحقيق جديد وبتهمة جديدة، وهذه المرة على خلفية شكاية تقدمت بها زميلة سابقة له بتهمة الاغتصاب وهتك العرض. وما بين 24 جوان و 28 جويلية، أي لمدة 5 أسابيع، وجه لعمر الراضي 12 استدعاء بتهم التخابر وتلقي أموال من أجهزة المخابرات، كما تم إيقافه مرة واحدة بعد 4 أسابيع من الهرسلة البوليسية والقضائية التي وجهت خلالها للصحفي تهم متعددة وخطيرة. تم إيداعه السجن بتاريخ 29 من جويلية 2020. تستهدف العدالة المغربية عمر الراضي منذ 2019، حيث تم سجنه أول مرة في 26 من ديسمبر بسبب تدوينة نشرها قبل 8 أشهر من هذا التاريخ، وأدان من خلالها الأحكام الثقيلة في حق مناضلي الحراك. وبعد أن تم إطلاق سراحه في 31 من ديسمبر 2019، تم الحكم عليه في 17 من مارس 2020 بعد التأجيل 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة إهانة قاض. لكن مصادر عديدة عرت وجه الحقيقة في قضية عمر. كان الراضي الذي كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في جويلية 2020 عن قرصنة هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيجاسوس، يعمل آنذاك على تحقيق مطول حول مصادرة الأراضي، وهو مشروع جعله يتلقى تهديدات بفض الوثائق والمستندات المختلفة بدأ عمر الراضي في جمعها وإطلاعنا عليها. حكم على عمر بالسجن 6 سنوات، حكم جائر حسب تقرير منظمة Human Rights Watch، التي اعتبر مدير التواصل والمرافعة داخلها أحمد رضا بن شمسي أن تهم التخابر غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أي شيء. أما تهمة الاغتصاب فكانت تستحق محاكمة عادلة للمتهم والمشتكى على حد سواء. وتدين العديد من المنظمات غير الحكومية والتحقيقات الصحفية توظيف النظام المغربي لمكافحة العنف الجنسي لأغراض سياسية وأمنية وكذريعة لإسكات المعارضين. أنا صحفي أؤمن بأن المغرب خاصو يتدمقرط. أؤمن بأن البلاد كتعيش في حالة من الاستبداد ومن الفساد، ولو كان العملي سيصب في مصلحة أي شيء فسيصب في مصلحة محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد.